تعاني بعض السيدات من انخفاض رغبتهن الجنسية أو غيابها بشكل مفاجئ، إذ تستمر هذه البرودة وتتسبب بمشاكل زوجية، كما تؤثر سلباً على الصحة النفسية والجسدية للمرأة. وقد تحدثنا خلال سلسلة تقارير سابقة عن الأسباب الهرمونية المتعلقة بهذه المشكلة وعن كيفية التعامل معها. لكن أحد أهم الأسباب المؤثرة سلباً على مشاعر المرأة هو انقطاع الدورة الشهرية عنها وبلوغها سن تصفه بعض المجتمعات بتعبير سن اليأس. فما مدى تأثير هذه المرحلة العمرية؟ المرحلة هيدي بتأثر أكيد على العلاقة الحميمة، لأنه بتعمل مشاكل هرمونية، يعني ممكن تأثر ويصير في عنا هبوط بهرمون الأستروجين عند السيدة بهالمرحلة، بتعمل جفاف قوي بالمنطقة الحميمة. هيدا الشيء بيوصل لآلام خلال العلاقة أو بتهرب السيدة، بصير في عندها نوع من البرودة. وهنا لا يمكننا إلا التساؤل عن إمكانية وجود حلول لهذه المشكلة بالتحديد. في عنا نحن كأطباء حلول، يعني فينا نعملها replacement، لكن شيء ممكن انقطاع الدورة الشهرية خففت أو supplement اللي منزيدهم نعطيهم للسيدة ممكن نعوضنا عنه. كانوا بنوعية البشرة نقدر نحافظ عليها بحماية العظم عندها، بحماية شرايين قلبها، بحماية شكلها. أكيد في حلول لهالموضوع. الحديث عن الأسباب العضوية التي تعود أو التي تؤثر على هذه المشاكل لدى النساء، يعني ما تأثير الإجهاض؟ نحن تحدثنا عن الولادة، تحدثنا عن بعض الأسباب العضوية الأخرى، ولكن هل الإجهاض دور سلبي في هذا الموضوع؟ هلا الإجهاض بحد ذاته لا، أكيد ما في له دور سلبي، بس نحن عم نحكي إنه بشكل عام العمليات للمنطقة الحميمة ممكن تأذي المنطقة الحميمة، هو المناطق اللي قلنا عنهم، يعني الزونز اللي قلنا عنهم ممكن تأثر على شي سبوت، وأهم شيء ممكن تعمل نوع من التوسع بمنطقة المهبل خلال عملية الولوج، ولازم تكون عنا النقطة جي أو شي سبوت قوية منا منأزية، ولازم يكون في عنا عضلات المهبل كمان ما فيها توسع، بنفس الوقت ما تكون تايت، منقول انه ضيقة، يعني كمان السيد المتزوجة حديثا كمان في عندها مشكلة بالوصول للإحساس. إذن فالأمر قد يتعلق بضيق أو توسع المنطقة الحميمة، وقد لا يتعلق بهذه المرحلة العمرية فقط، بل إنه مرتبط بتفاصيل علاجها ممكن إن أوليت الاهتمام الكافي لها.